السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل حبايبي اخواتي اللي في القناة المشتركين واللي لسه ما اشتركوش، يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو كده تصلوا على النبي وتدوس اشتراك، وكمان تدوس علامة الجرس علشان يجيلكوا كل جديد. ان شاء الله النهاردة احنا بنستعرض العربيات الموجودة عندنا في المعرض. زي ما حضراتكم شايفين كده في عربيات طبعا اللي هي الفئة المتوسطة والفئة القليلة زي الاوبترا، وعربيات الفئة العالية زي التويوتا الفورشيه. هنبدأ دلوقتي بالفئات اللي هي الصغيرة. عندنا ان شاء الله شيفروليه اوبترا 2023 معروضة، وعندنا بعديها من الفئات المتوسطة الاوبل كروس لاند الجديدة، وعندنا طبعا الاوبل زي ما حضراتكم شايفين الزرقاء دي طبعا موكا، ودي الكروس لاند، واللي جنبهم دي الكورسا. هنخش بعد كده على العربيات اللي موجودة برضو عندنا زي الميتسوبيشي الباجيرو موديل طبعا 2022 زيرو بألوان مختلفة، وعندنا الفولكس اللي هي الار لاين اللي هي الـ 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 العربية العائلية دي، الفولكس طبعا تيجوان زي ما حضراتكم شايفين، وعندنا طبعا هنا دي تويوتا لاند كروزر موديل 2000 طبعا زي ما حضراتكم برضو عارفين 22 زيرو بألوان مختلفة، وعندنا هنا برضو دي دوج رام 2022. عشان بس في ناس كتير قوي برضو سألتنا على العربية دي بتقول لي ازاي انتوا عندكم زيرو، لا العربيات موجودة في معرض سيارات عبد الله في 30 شارع احمد عراب المهندسين. طبعا في عربية طبعا برضو دوج رام باللون الابيض معروضة، وعندنا هناك برضو شوفوا ليه دبابة زي ما حضراتكم شايفين زيرو، وعندنا البورش في المكان. وهنخش برضو نستعرض باقي العربات الموجودة ان شاء الله معانا. طبعا في تويوتا لاند كروزر اهي برضو باللون الاسود كنت انا وريتها لكم. بعديها في طبعا الرانج روفر السبورت ورانج روفر فيلار، تمام. طبعا عندنا عربات زيرو ومستعمل، وعندنا الاس برضو 450 حاضرة موجودة معانا، وعندنا كمان التويوتا اللاند كروزر بكذا لون، وعندنا تويوتا فورشنر طبعا برضو باللون الاسود الشكل الجديد 2023 واللون الفراني، وعندنا طبعا الاوبل كورسا باللون الابيض زي ما حضراتكم شايفين كده، واوبترا برضو زيرو لون فراني زي ما حضراتكم شايفين، وعندنا اوبل كورسا باللون النبيتي، وعندنا بورش مكانتي طبعا دي اعلى فئه باللون الاحمر النبيتي، والجي ال سي مرسيدس زيرو، وبعض السيارات المستعمله من الرينج روفر السبورت والفوج. بالنسبه طبعا الاسعار والموديلات والكلام ده يا جماعه ان شاء الله ممكن تتشرفونا في 30 شارع احمد عراب المهندسين، او تكلمونا على 0233042173، وطبعا يا ريت كومنتات ولايكات علشان تعلق ريتش للقناه. طبعا دي اوبل برضو الموكا الجديده والكروس لاند طبعا حاضرين وموجودين معانا، وعندنا برضو الانترا مستعمله، وعربيه ميتسوبيشي اسمها دي اكسباندر، والفا روميو، ومرسيدس جي سي كوبيه، وشيفروليه اوبترا برضو زيرو، وشيفروليه اوبترا برضو زيرو تانية، وعندنا شيفروليه فان برضو زي ما حضراتكم شايفين كده الوان، وبرضو دوج دورانجو او دوج رام سوري زيرو، وعندنا اوبترا باللون النبيتي، وطبعا رينو ميجان باللون الفضي، وتويوتا لاند كروزر باللون الابيض، ودوج رام باللون الازرق، وطبعا في هنا تويوتا سي اتش ار، تويوتا سي اتش ار مستعمله برضو، وعندنا طبعا سوزوكي فان. ان شاء الله كل حاجه انتوا بتفكروا فيها ان شاء الله موجود. طبعا دي عربيه برضو مستعمله كده اسمها انفينيتي، برضو عربية دي موجودة وجميلة، والعربية دي بي ام 320 مستعملة، ودي ما بي ام برضو الفئة اللي هي الصغيرة اللي هي المية 218 218، وعندنا طبعا بي ام اكس 4، وعندنا عربيات شيفروليه اللي هي النقل، وعندنا شيفروليه الدبابة مستعملة. طبعا في بعض السيارات برضو الزيرو اللي موجودة زي الفا روميو
زي ما حضراتكم شايفين كده الالفا روميو دي، وعندنا تانية العربية دي برضو فولفو زي ما حضراتكم شايفين. الكلام ده كله طبعا معرض سيارات عبد الله في 30 شارع احمد ربه منصين بجوار بيتك، وعندنا مرسيدس